لا الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مساء الخير، اليوم دعمنا لكم وجعوا الشديد. اليوم جيتكم بفيديو، الفيديو عبارة عن مقتطفات بس من الأستوديو. حبيت أتكلم معاكم لأنه في كتار من البنات أو كتار من الأمهات عاوزين يبدوا مشاريع، فسألوني كتير جدا يا دلال بديتي كيف، يا دلال عملتي كيف، فياريت يعني تورينا. فأنا حبيت اليوم أشارككم الحاجة اللي أنا عملتها، او ممكن اديكي شويه حاجات او شويه نصايح يعني يفيدك او تبدي بيه حاجه انت عاوزه تعمليها. طيب انا بديت كيف؟ انا اول حاجه كنت قاعد، يعني انا مشكلتي في الحياه انه انا ما بحب اكون قاعده ساي او ما بحب النكد، يعني انا لو قعدت ساي بزهقني، يعني القعد ساي بزهقني. فقمت عملت شنو؟ بديت بجروب الفيس، يعني في الفيس عندي جروب اللي هو زي سنتين، عندي جروب باسم أم نورة ونوران للجمال الطبيعي. بقيت أعمل ماسكات وبنزل وصفات، يعني عندنا بنوتة سودانية اسمها السوم، السوم دي الله يديها العافية، عندها جروب بتعمل فيه أصلا، هي صاحبة البراند بتاع ماسكات طبيعية للشعر. فقامت السوم عملت شنو لما تنزل الماسكات؟ قالت أي بنت عاوزة تعمل مشروع او تعمل مشروع ليها بتنزل الوصفات، تقول يعني مصرحه للبنات يعني شغلها. المهم بديت بماسكات اسوم، لما بديت بماسكات اسوم ما بقول لكم من اول مره انا كنت خلاص يعني ظبط معاي وكده، لا كنت بعمل بجرب في نفسي، مرات بيطلع خفيف مرات لا ما بيطلع ظابط، لكن كان بيكون في شنو، كانت يعني بلقى نتيجه. المشكله كان وين؟ في انه انا اضبط القوام بتاع الماسك وكده، يعني مع مرور الزمن خلاص ضبط معايا موضوع الماسك. بديت أجرب حاجات تانية، بما إنه أنا بعشق القهوة. مرة كنت طلبت برضو من الشركة بتاعت أراماكس، كان طلبت إسكرب، كان عندي كنت طالعة من ولادة وكنت عاوزة شيء لعلامات التمدد، فطلبت إسكرب. الإسكرب ده وطلبته بسعر غالي شديد، أول ما جبته في البيت لقيت إنه الإسكرب ده المكون الأساسي فيه القهوة، وحاسة إنه فيه ملح، فقلت خلاص خلاص كده أجرب المنتج ده. فالسكراب ده لما عملته أنا في البيت طلع حقي يمكن أحسن من اللي أنا أجبته، فبرضو بقيته منتج. المهم المختصر اللي أنا عاوز أقوله لكم، أنت الليلة لما تشوفي مثلا فاطمة عندها مشروع بتاع خبائز والمشروع ناجح جدا، ما تجري تمشي تعمل الخبائز، يمكن أنت ما عندك شغف أو ما عندك الدراية الكافية أو ما عندك مثلا الرغبة في الخبائز، بس عاوزة تعمل المشروع عشان تنجحي وتبيعي وتجيبي قروش. الكلام ده غلط. اعمل الشيء اللي انت بتحبيه، يعني الشيء انت اكتشفي انت بتحبي شنو، راجعي نفسك انت بتحبي تعمل شنو اكثر شيء في الدنيا، اكثر شيء في البيت، سواء كان من ناحيه الطبايخ او من الحلويات. ممكن تعملي حاجه واحده بس لكن تبقيه براند مع الزمن، يعني ممكن تعملي بسبوسه، يمكن انت خطيره في البسبوسه، خلاص انا اعمل البسبوسه، وبعدين البسبوسه دي ممكن اعمل فيه بعد فتره، يعني تعملي بيه نكهات، ممكن تعمليه طبقات، ممكن تعمليه اشكال. المهم ما تقلدي، التقليد ما بيجيب نتيجة. يعني الليلة انت لو شفتي مثلا رنا دي شاطرة جدا في موضوع الكريمات، انا اقوم اقول خلاص رنا دي مشروع ناجح، مشروع الكريمات او مشروع البخور، انا امشي اجيب بخور واعمل. لا، شوفي اول حاجة المكان اللي انت عايشة فيه، استهدف الناس اللي انت عايشة معاهم دول، هم بيحبوا شنو، او الاكثر شيء مرغوب في المكان ده شنو، او شيء هم اصلا ما بيعرفوها شنو. يعني انت اذا مثلا عايشة في منطقة الناس ما شاط يعني ما عندهم يعني دراية كافية عن الحلويات، ممكن انت تبدي حاجة اصلا ما في المكان اللي انت عايشة فيه. طيب ده واحد، رقم واحد استهدف البيئة اللي انت عايشة فيه وشوفي الناس عاوزين فيه شنو. طيب نجي لشغل البخور. البخور ده ما اي زول بيقدر يعمله، اي بيت سوداني او اي ناس تانية بيحبوا البخور. البخور ده عفوا لازم يكون في اي بيت، تمام؟ طيب شوفي هل المكان اللي انت فيه ده الناس اللي بيعملوا البخور كمية، شوفي الحاجة اللي هم ما قاعد يعملوها، ممكن كل الناس دي تعمل كرات صندل، او في ناس بيعملوا مثلا، في ناس ما بيعرفوا بخور المستكة، او في ناس ما بيعرفوا يعملوا، او ما عندهم منتج اللي هو بتاع البخور اللبان المعتق. فانت شوفي الحاجة اللي ما موجودة في مجتمعك، او شوفي الناس بتحب في مكانك اللي انت عايشة فيه وبيحبوا شنو، او شوفي نفسك بتحبي شنو من الثلاثه دول. انا اكثر شيء بقدر اقول لكي انك انت تشوفي المكان اللي انت عايشه فيه والناس ما بتعرف شنو، اعمليها. حتى ممكن الزلابيه يا جماعه، اي شيء ممكن ينجح، ممكن الزلابيه دي تنجح معاكي، ممكن البسبوسه، ممكن كل شيء ممكن، يعني ما عيب انك انت تعملي الحاجه، العيب انك انت تقعدي ساي. تمام. بعد ده الشيء اللي انا بقدر اقول لك عشان تقدر تسوقي منتجك، ممكن تخطي رابط الجروب اللي انت عملتيه، سواء كان جروب فيس او واتس او قناه على اليوتيوب. ممكن تخطيه في اول خطوه هتعملها انك انت هتخطيه في الحالات بتاعت الواتس. وتاني حاجه الشيء اللي انا بقدر افيدك بيهم، انا عندي جروب ام نوره ونوران، وعندي القناه هنا على اليوتيوب،
اي واحده عندها مشروع انا ما قاعده اقصر معاها، وقاعده انزلها في المنتدى بتاع اليوتيوب مجان، ما ما ما, ما قاعده اطلب شيء من زول. والجروب بتاع ام نوره ونوران مصرحه لاي بنت عامله منتج او دايره تعمل مشروع لنفسها تنزل، لانه انا بدايه ما بديت بنزل مثلا رابط الحاجه او بنزل بوستات في جروبات كثيره ما بيقبلوها، خاصه الجروبات عندنا الجروبات السودانيه الكبيره دي ما بيقبلوا، او مثلا بيحذفوني من الجروب او بيعملوا لي تعليق لمده كام يوم انه انا ما اقدر اعلق في الجروب. فعشان الشيء ده محزن شديد او الشيء ده يعني بزعل شديد، انا مصرحه لاي واحده سواء انت عندي قناة على اليوتيوب عاوزة تعملي عاوزة الناس تعرف قناتك، انا ما عندي مشكلة، بس انه المشكلة انه انا ما بكون عندي مثلا التعليقات كلها مرات ما بلحق اقرأ او ما بطير مني. جروب ام نورة ونوران حسبت لكم رابط الجروب بتاع الفيس هنا في الفيديو ده، ممكن تدخلي، واذا انت عندك اي حاجة الجروب فيه بنات من السعودية، فيه بنات من وين ومن مناطق كثيرة، يعني بتقدر تعرض منتجك، وزي ما قلت لك انت قولي بسم الله وابدي بشوية شوية، وزي ما قلت لك إن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا يا رب العالمين، وحثبت لكم الكومنت بتاع الجروب في